عبد الكريم الجاسم مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال. مساء الخير أبو يزيد. هلا والله عيد، مساء النور عليك وعلى الزميل فهد والزميل حسن والسادة المشاهدين. يعني أبدأ معك مع زلاتكو ولا مع ياسر الشهراني؟ خليني ببدأ مع اللي تم التوقيع وانتهيته معه، وبعدين نروح لياسر الشهراني، شكله مطولين فيه. زلاتكو وقعته مع اليوم الكرواتي مدرب الفيصل لقيادة الفريق الأولمبي. صحيح، الحقيقة أنا بالنسبة لي إنه هذا الخبر من أهم الأخبار اللي حيكون لها تأثير جيد جدا على مستقبل النادي. مدرب رائع، مدرب الحقيقة عنده خبرة في الكرة السعودية، مدرب طموح متخصص في الفئات السنية كونه كان يدرب منتخب كرواتيا الأولمبي. نعم، تم التوقيع معه للإشراف على الفريق الأولمبي وإعداد اللاعبين الشباب اللي موجودين وتقديمهم للفريق الأول، وأعتقد إنه وجود مثل هذه النوعية من المدربين في النادي يكون دعم كبير للجهاز الفني الاول، وفي نفس الوقت انه يكون بمثابه الباك اب للفريق الاول في اي حاله لا سمح الله تكون بحاجه لمدرب او كذا، يكون عندك مدرب على مستوى عالي عارف الفريق وعارف اللاعبين وعارف اجواء النادي. هذا خليني 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 كانت خطوه موفقه جدا ابو يزيد، بالتعاقد معه. خليني بوقف عندك على مساله الباك اب. يعني هو الموضوع زلاتكو يعني كان في الامر يعني مثير كثير، مدرب يعني قدم مستويات رائعه في الدوري السعودي مع نادي الفيصلي، الهلال يتعاقد معه للفريق الاولمبي، انت الان تلمح انه قد يعني يشرف على الفريق الاول ايضا. هو بالتاكيد انه يعني هو داخل للهلال على اساس انه يثبت نفسه، وهذا طموح رائع للمدرب انه هو يعني ما هو حده الفريق الاول، هو يعني عنده رغبه وطموح انه يثبت عمله وجدارته خلال السنتين ثلاثه الجايه، وانه يكون في يوم من الايام مدرب الفريق الاول، ممكن يكون مدرب المنتخب السعودي طالما عنده طموح. نعم، وهذا شيء جيد انه انت كم عقدكم لديك. معها عبد الكريم؟ والله التفاصيل ما اعلنت الحقيقه وليست قابله للاعلان، ولذلك يعني المهم انه سيكون ان شاء الله اعتبارا من يعني بعد شهر ويمكن شهر 23/6 القادم حيكون ان شاء الله موجود في الرياض للاشراف على الفريق وتم اعداد برنامج متكامل. طيب ويزيد، متى بدات مفاوضاتكم معه يعني او حطيتوا العين عليه؟ والله عاد التفاصيل ما تهم احد، يعني المهم انه تم التوقيع معه بطريقه يعني مفيده للطرفين، وهو مطلب لكل الانديه الحقيقه، لكن الهلال يظل يعني بيئه عمل ناجحه وممكن انه يقدم فيها عمل يكون قريب من الناس تشوف عمله على ارض الواقع. طيب ابو يزيد، ان شاء الله ينعكس على ابو يزيد في الموسم يعني القادم. سؤالي بس يمكن اسالك عن بعض التفاصيل، يمكن يعني اداره الفيصلي كانت تريد التجديد، اعتقد انها اعلنت قبل ذلك انها عندها الرغبه في التجديد مع المدرب، لكن يمكن هو اكتفى بما قدمه مع الفيصلي، كان هناك يعني تنسيق معين مع الفيصلي، كان هناك امر اخر، مفاوضاتكم مباشره يعني؟ والله شوف، هو المدرب نظاما انتهى عقده يعني مع ناديه، وكان معلن عدم الرغبه في الاستمرار، وتم الحقيقه التفاوض معه والتوقيع معه، وهذا شيء يعني اعتقد انه ما في اي تجاوز على اي جهه كانت، يعني لم يتم مفاوضته مثلا هو على راس العمل، ولكن المفاوضات كانت سريعه جدا وما استغرقت وقت، لانه هو عنده رغبه وطموح انه يعمل في الهلال، وهو يعرف انه الفريق الاولمبي فيه عناصر جيده فتجعل عمله يظهر بشكل سريع، واحنا في واثقين نعم. في عمله وقدرته. بويزيد بس سؤالي الحين، يعني معلوماتي ومعلومات مؤكده ايضا انه انتم وقعتوا معه قبل اسبوع لكن الاعلان تم اليوم. الحقيقه يعني انا بالنسبه لي بكل امانه يعني دريت امس عشان اكون صادق معك واعلن اليوم، لكن عادي اذا كان قبل كذا ما عندي معلومه مؤكده، لكن الشيء اللي اعرفه انا انه احنا دائما اول ما نخلص لا احنا يمكن متاكدين من المعلومه يعني، بس انه حقيقه كنت حاب استفسر منك انه السبب يعني ليش اسبوع بين توقيع العقد والاعلان؟ يعني في تفاصيل ما اعتقد انها رئيسيه او مؤثره او تهم احد، يعني المهم انه مدرب اختار انه يعني ينهي انه ما يجدد عقده واعلن من وقت مبكر في الموسم. نعم، كما فعل مدرب الاتفاق مثلا، وعنده رغبه يعمل في الهلال واتفقنا. نعم، معه، فالامور بطريقه نظاميه ما فيها اي شيء، مع كامل الاحترام. جميل، لكافه الاطراف. واليوم جميل. يعني احنا زي ما شفنا انه الكابتن عيسى الحياني اعلن توقيعه لنادي الاهلي وموجود اليوم معنا في التمرين، ونتعامل معه كلاعب هلالي الى نهايه الموسم، يعني في عصر الاحتراف الحساسيات هذه غير موجوده، المساله جميل. عرض وطلب ما فيها اي يعني ابو يزيد، شيء عندي مجدد. هنا ضيفي فهد الروقي من اليوم ياشر لي، يمكن عنده بعض
يمكن تساؤلات يبي يطرحها عليكم في موضوع زلاتكو. الله يحييك. تقريبا ابو يزيد مساء الخير. هلا والله، مساء النور والسرور. في راي طرح طبعا بغض النظر عن صحته وعدمه، ونتمنى ان شاء الله انك ان نجد الجواب عندك، انه التعاقد مع زلاتكو جاء بناء على انه خوفا من انه المدرب لا يرحل، المدرب جيد، وانه سيكون بديل لهاشك. هذا يعني غير 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 المعلن، انه المعلن سيكون للفريق الاولمبي. طبعا انا اقف مع الخبر المعلن، لكن وارى انه فائده كبيره، لكن هل فعلا هل هناك توجه في الاداره الهلاليه انه يكون هاسك راح نهايه الموسم؟ ما يمكن اعلان رحيله الا بعد نهايه الموسم، انه سيكون بديلا منه زلاتكو. والله شوف يا ابو عمر، هو المدرب هاشك يعني كان من الاساس معروف للجميع ومعلن، والتوقيع اللي تم معه ولستة اشهر لنهايه الموسم. نعم. قابله للتجديد في حال اثبت عمله واثبت نجاحه. انا اعتقد انه في الحقيقه هضم كبير لحقوق السيد. نعم. هاشك من خلال الحديث عن اي نجاحات يحققها تنسب لاشخاص اخرين او يتم التشكيك فيها. الفريق اللي الاداء اللي قدم في طهران ما اعتقد انه جاء صدفه او جاء من 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 مجرد امور معنويه او امور نفسيه، ما لم يكن هناك تمارين على مستوى عالي وعمل جيد في التمارين وتنظيم. ابو يزيد يعني احنا الحين يمكن سؤال الفهد حقيقه يعني مثل ما قالوا سؤال المحك، انا بنفسي شدني هالموضوع، وانه فعلا يعني هالاحتماليه انها تكون موجوده، ونشاهد زلاتكو مدرب للفريق الاول بعد رحيل هاسك او نهايه عقده مع الهلال. والله انا قلت لك في بدايه الحديث انه 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 السيد زلاتكو مكتب للفريق الاولمبي، لانه هو اصلا متخصص في الفرق الاولمبيه، هو قادم من منتخب كرواتيا الاولمبي. جميل. فهذه بحد ذاتها كفيله انه اداره الهلال اختارت مدرب متخصص في هذه الفئه وتبحث عن تطوير الفريق الاولمبي، تدعيمه بعناصر. بالنسبه للفريق الاول، خلينا نفترض انه المدرب هاشك مثلا سيغادر في نهايه الموسم وفقا لعقده، اما لعدم التراضي، اما لعدم نجاحه، اما لحصوله على عرض افضل من الهلال. انت في فتره صيف بامكانك تحضر اكبر مدرب في العالم، بامكانك تحضر اي مدرب، وبالتالي من يكون المدرب الاولمبي لو مشينا هذا؟ يعني مدرب الاولمبي الحالي مدرب يعني مكان من الاحترام، مجتهد وقدم اللي عليه، وعقده سينتهي بنهايه الموسم بعد اسبوعين من الان. ابدا ابو يزيد موجود على فكره، ابو يزيد هنا ايضا، يعني ما تحتاج انت كل اللفه البعيده هذه. انت في عندك لو اردت انه مثلا تمشي هاشك، عندك فتره صيف 3 شهور من الان، عندك بامكانك تختار فيها اي. ابو يزيد خليني بنتقل معك يمكن الموضوع للاخر، موضوع ياسر الشهراني، بس قبلها يمكن ابغى اوضح بس نقطه، انه يمكن الحين حتى تلقيت رساله من مسؤول هلالي، ما ابغى اقول اسمه لاني ما استاذنت يمكن منه في هالنقطه. المسؤول الهلالي يعني اللي قاعد يقول انه لم يتعاقدوا مع زلاتكو للتوضيح فقط، الا بعد ان اعلن رئيس الفيصلي عدم التجديد مع المدرب، وكان ذلك في جريده جول اونلاين الالكترونيه. هذا كلام المسؤول الهلالي، لو كان سمح لي اقول اسمه بالرسالة كنت يعني قلت. ما يحتاج، أنا قلت لك في بداية حديثي أنه المدرب من وقت مبكر معلن أنه ما حيستمر كما فعل مدرب الاتفاق، قلت لك حرفيا. نعم. مدرب الاتفاق قبل 3 شهور قال أنا ما حستمر. لا يمكن هذه أيضا رسالة تأكيد أيضا على أنه بالضبط. يعني شوف، هو الشخص اللي يريد أن يبحث ويصطاد في الماء العكر مهما فعلت لن يقتنع، سيفعل. جميل. يعني احنا مشكلتنا احنا نتكلم على النوايا وعلى ماذا يقصد فلان وماذا يقصد، ولا نتكلم على الحقائق. جميل. انا ما ابغى اطيل فعلا يعني في الموضوع، لانه ما كان ترى حتى حديثنا الرئيسي عبد الكريم يعني اللي هو مساله التوقيع معه والفيصلي وغيره. لا اتكلم عنك، ما اتكلم عنك عيد او عن البرنامج، انا اتكلم بشكل عام انه في البعض يحاول دائما يفترض فكر المؤامره وفكر مثل هالاساءات اللي تحاول تتم. يعني المدرب لو كان يعني مجدد عقده لسنتين وجاء الهلال وخلاه يلغي عقده ويجي للهلال، حتقول انه امر غير اخلاقي وغير رياضي، لكن مدرب لا يريد ان يبقى حتى. نعم. لو لنفرض انه ما عنده رغبه في البقاء او جته عروض هو على راس العمل كما فعل جيرتس مثلا مع الهلال، يعني اثرت عليه وجعلته يلغي عقده. ابو يزيد خليني بنتقل للموضوع اللي يمكن الثاني عشان ما نطيف موضوع زلاتكو، الموضوع ياسر الشهراني، الانباء يعني تشير انه خلال ساعات راح يكون لاعب هلالي. والله شوف، ياسر الشهراني الساعات هذه من العام الماضي عاية تخلص. يعني العام الماضي يعني انت خايف الساعات دي تستمر سنين؟ اي ما
ممكن تطول يعني ممكن توصل لفترة طويلة. العام الماضي يمكن لنا نتذكر الأستاذ عبد الله الهزار رئيس نادي القادسية طلع وأعلن أنه الشهراني هلالي ولكنه إلى الآن في القادسية. فمثل هذه الأمور الحقيقة ما يعني ما تمت بشكل نهائي. ما أقدر أعنفي أنه في مفاوضات أو كذا، هذا شيء معروف، المفاوضات صار لها سنتين. طب خليني أبو يزيد بسألك، يعني يمكن ما نبغى مثلا التأكيد الرسمي، لكن بس لكن ثم الآن اتفقتوا تقريبا على كل التفاصيل. المعلومات اللي عندنا أنه باقي بس نقطة تخص اللاعب وإدارة ناديه اللي هي مسألة تمديد عقده لمدة سنة. المشكلة يا عيد أنه في كل مرة يطلع لك خازوق جديد على ما قالوا، كل مرة يطلع شغلة تحوث لك الأمور وتغيرها. وعلى فكرة ترى أنا صحفي، أنا أحرص منكم على أن يكسب الخبر أكثر منكم، يعني أنا الخبر يكسب يحسب لي أنا كمركز إعلامي أكثر من القنوات والصحف. فالجماعة يتصلون علي يقول ثقة وثقة تامة، لو في شيء كان أنا اللي بعطيكم إياه، أنا أحرص منكم على أني أذيع. والدليل أن إحنا أذعنا اليوم خبر زلاتكو، أذعنا خبر انتقال هوساوي لشو اسمه الأنتراخت فرانكفورت لا إذا صدقت. شوف أبو يزيد، إذا صدقت يعني معلومات اللي وردتنا وصدقت يعني الأنباء اللي وردتنا وخلال لنا ساعات راح ينتهي، أكيد أنك بكرة بتكون معنا تعلق على الصفقة بإذن الله. نتمنى والله أنه شيء يخلص، لكن أنه زي ما قلت لك أنا الكلام هذا ترى من فترة طويلة، يعني والأستاذ حسن الناقور بذل جهد كبير في نعم. في مسألة التفاوض وكذا، لكن لم يكتب لها التوفيق. نتمنى إن شاء الله أنه يحتم هذا الموضوع، لأنه بالفعل يعني أخذ وقت أطول من اللازم. طيب سؤالي الأخير بس في الموضوع هذا، يعني أنت قلت أنه كل مرة يطلع لكم يمكن شيء جديد، أنتم تفاجأتوا بالطلب القدساوي الأخير بين اللاعب وإدارة ناديه أنه تمديد عقده؟ الحقيقة أنا ما عندي، يعني عشان أكون صادق معك ما عندي تفاصيل دقيقة عن اللي صار بالضبط، لكن حتى الآن لم يتم التوقيع. هذا الشيء اللي يجب أن يتأكد منه الجميع. نعم. تم التوقيع كان أول من يعلن المركز الإعلامي، وإحنا نسابق الصحف على هذا الخبر لأن إحنا صحفيين ويهمنا نعلن الخبر للناس بالشكل الصحيح، لكنه حتى الآن لم يتم الاتفاق. بإذن الله إذا ما تم الاتفاق سواء غدا بعد غدا بعد شهر بعد أسبوع بعد سنة حسب الوضع، مثل ما متى ما تم في حدث حقيقي يتمثل في الإعلان، في ثقة تامة إنه الإعلاميين ما حيلجؤون إلى الاتصال علينا للتأكد، إنما حيجيهم الخبر في مكانهم. نعم. أستاذ عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال، شكرا لك على كافة التوضيحات. شكرا لك.